till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop. صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم. رجعنا بلايف لنكون نحن وياكم بمواضيع عديده، مواضيع منوعه. متامل انه تكون صبحيتكم معنا ممتعه ومشوقه. البدايه اكيد رح تكون مع الزملاء اللي صاروا جاهزين باستوديو. فادي جاهز، امين كمين كمان جاهز، وكل الكرو جاهز ليقدم لكم صبحيه مميزه. خبرية حلوة الصبح، أودري هابرن طبعا نعرفها كتير منيح، منعتبرها إيكون الأناقة وإيكون الجمال كمان، ولكن أودري هابرن هي صبية بيا كان كتير سيمباتايزر أو كتير بحب أنه يكون عم يدعم النازية، وهي طبعا كانت العكس مثل ما نعرفها، وكانت عم ترقص بالي بعمر كتير صغير تطلع مصاري لحتى اللي تقدر تدعم المقاومة الهولندية ضد النازية. ومع الوقت صار عندها كاريير كتير مهمة، ومثل ما بنعرف أودري هابرن وصارت كتير مهمة، ولكن ضلت مردود اللي بتاخده يدعم أي شيء بيدعو للحرية. مع الوقت كمان أودري هابرن تركت هالكاريير اللي كانت بأوجها، تركتها بكل يعني بدون أسف لحتى تكون عم بتكرس حالها لليونيسف وتكون هي سفيرة السلام بكل العالم. يعني مش مثل هلا انه سفيرة السلام ومنكمل كارير، كانت الامور اصعب بكثير من هيك. فتركت كل العز وكل الجاه وكل هالسمعة الكبيرة يلي كونتها بمهنتها وبالكارير تبعيتها، و يعني قررت انه تكون هي عندها بس هالرسالة، وهي انها تكون سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف. ومع هيدا وكله نحن بس نتذكر أودري هابرن على أنها سيدة كانت جميلة لا أكثر ولا أقل. هالسيدة استحقت الوسام الرئاسي عن الحرية، وهو أرفع وسام ممكن أنه ينعطى لمواضيع من هالنوع. بس نحن ما بنعرف عنها شيء إلا أنه كانت ممثلة بلكي شاطرة، وأنها كانت بس سيدة جميلة. فأوقات في كتير أشياء بتطغى على أهم بكتير منها، لازم نكون واعيين لها. نحن برنامجنا مواضيع عديدة، ورح نكون عم نركز على الجوهر مش بس على الشكل. والبداية مع فادي. بونجور. بونجور كاتيا، كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ جنن. وانت؟ ماشي الحال تمام. شو عندك اليوم؟ عندي اخبار جديده كثير حلوه. شو عندك؟ رح اترككم هيك هلا بخبرك عنه. حلوين؟ ناطرك تجي تقعدي حدي. حلوين كثير. يلا جاي. يلا. صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير مره جديده. ماشي الحال؟ ايه ماشي كثير. مش كثير؟ بلا ماشي كثير. ماشي كثير. بدي اقول لك، عادة بتعرفي كل شيء بنلقطه بايدينا، كل شيء بنستعمله على طول في جيرمز، في بكتيرياز، في مايكروبس. ما بفكر فيهم كثير. ما هو هيك نحن بنجرب ما نفكر. شيء بعقد. صح صح. بس كل شيء عم نستعمله كله في هال، اذا بدك فينا نقول المايكروبس. واكثر شيء بالوقت الحاضر اللي على طول عم يضل بايدنا هو التليفون. كيف ما نتحرك نحن التليفون عم نستعمله عم يضل بايدنا، فكل شيء في مايكروبز يمكن موجودين على السكرين حتى. مشان هيك في شركه عملت الغوريلا جلاس تبعها، عملته انتي باكتيريال، بيقتل كل هالجراثيم الموجوده على الازاز لحتى تخفف من اي اذا بدك مشاكل لاحقا ب موضوع الميكروبيت. كنت خبرتني انه بدك تحكي عن هيدي. فهيدي بلشوا هلا بسمارت فونز، بعد هلا بالوقت الحاضر عملوا تيستات، بس رح يبلشوا بسمارت فونز بالمبدا تشوفي قديش نسبه البكتيريا. هي سكرين ولا سكرين بروتكتر؟ لا لا، هي سكرين، هي الازازه حاطين في معموله الازازه من مواد. هالمواد فور لايف تايم اكزاكتلي بتقتل، مش بس تطردها، بتقتل البكتيريا. و اتس ا لايف تايم يوز، يعني مش انه لفتره وخلص. ف لانه نحن اكثر شيء عندنا استعمالات بالوقت الحاضر على تاتش سكرين.
وبيقولوا انه على التليفون بتلاقي جراثيم اكثر حتى من الجراثيم اللي بتلاقيها على مسكة السيفون بالحمام. فتخيلي تخيلي قد ايه في ميكروبات وجراثيم يعني. ونحن عم نجرب عم يجربوا بالاحرى يلاقوا طريقه يتخلصوا منها، وهي هي الطريقه الجديده للغوريلا جلاس اللي هي انتي باكتيريال. اوكي هيدا اول ايتم. هيدا حلوه كثير، بس هيدا رح تكون يعني رح يبلشوا تليفونات، بعدين رح تصير على نطاق اوسع، يعني رح يصير تلفزيونات، كل شيء تاتش سكرين، حتى بكل الماركات يعني بكل بكل شيء، حتى بعدين للاستعمالات اذا بدك المكاتب والشركات كمان رح الازاز يعني هالقد رح يتوسعوا، هالقد مقررين يتوسعوا فيها. اوكي تيخففوا بقدر الامكان من الجراثيم بالجو بالازاز اللي حوالينا، يعني بتصير من المواصفات المطلوبه بهالايتيمز. صح صح، في مواصفات 100% 100%. تاني ايتم رح نحكي عن اكشن كام. اكشن كام بس من البراند هي سوني طورتها، يعني اوريدي عندها اياها، طورتها حسنت فيها، زادت مثلا من 16 ل 18 ميجا بيكسلز، صارت تصور سلو موشن. سلو موشن صار مع فينا نقول بين 120 و240 فريم بير سكند فيها تصور. هدول مش بسهوله، واكيد عم بتصور اتش دي دي هاي ديفينيشن. والحلو فيها انه هي اوريدي سبلاش ريزيستنت، يعني اذا وصل عليها طرطشه مي ما بيصير لها شيء، بس كمان عندها كيس تتحط تصير ووتر بروف. فاوريدي هيدي موجوده الكاميرا بالاسواق، الباكج كله حوالي ال $400 سعره. عم يرخصوا ايه، منهم كثير غاليين. بس لهيك شيء جديد يكون كثير غالي، بس يرخص بعدين. بالمبدا يعني هي قريبه، هي مثل الجو برو، اتس ان اكشن كام، فتقريبا عندهم ذات الاسعار قريبين من بعضهم، مشان هيك هالكاميرات عندهم استعمالات كثير، لانه فينا نثبتهم وين ما بدنا. عم نحكي الباكيج كامل، يعني حتى مع كل شيء تسبيق، فينا نحطها على الهلمت على البايسيكل، كل هدول القصص اكسسوارز زياده لحتى نقدر نثبت الكاميرا ونصور كل شيء. عم نعمله كل شيء اكشن بالتحديد. اليوم الصوره كثير مهمه يعني بمجتمعنا، مهمه واهم انه صارت اتش دي يعني 100%. ثانكس جاد، مع ريزولوشن كثير عالي اوقات، يعني صوره سلاح كثير كبير اوقات. مزبوط، وبذات الوقت هيدي الكاميرا موفي وستيل بيكتشرز، فما عندنا اي مشكله صار بشو عم نعمل اكتيفيتي. اذا بدك تصوري ستيل بيكتشرز كمان فيك تصوري بكل سهوله. اوكي سو ذس از ذا سوني، ذا نيو سوني كام. الاكثر شيء انا حبيته هلا اليوم بدي احكي عنه هو سيمنز عملت شيء كثير حلو اسمه سمارت سي ووكر. هالسي ووكر هي اتس سي، هي للناس الكبار بالعمر اللي بحاجه لووكر ليقدروا يمشوا، وبذات الوقت حتى اذا كان عندهم مشكله بال ما عم بيقشعوا مزبوط، ما عم بيعرفوا كيف بدهم يروحوا، هالووكر عندها سنسرز. هالسنسرز هن اللي بيمشوا الشخص وبيقدروا يحددوا كل شيء حواليهم، يعني السنسرز هن عم بيشتغلوا وعم بيسجلوا، يعني فيها كاميرا بذات الوقت عم بتصور وتحلل. دوغر يعني دوغر مش ووكر. الاثنين بدل الكلب يعني. الاثنين برافو عليك، بس كتير حلو اكزاكتلي لانه نفس الشيء عم تقدر تصور، عم تحلل شو في حواليها من اشياء ان كانت ثابته او اشخاص عم تتحرك، وعم تقدر تدل الشخص كيف يتحرك. هي عم تاخذ الشخص حتى يمشي وما يعلق ولا باي اوبستكل او يفوت بحيط او وات ايفر. زياده انه هالووكر مع كل هدول الامور فيكي، هي كايند اوف هي مش جي بي اس، لانه بنعرف جي بي اس جوا ما بيشتغل كثير منيح، لازم يكون برا. فيها نوع من كونكشن بتدلك على كل الطريق، او فيك تحددي اذا فتي على مول انه بدك تروح على المحل الفلاني وهي بتعمل لك الطريق. بس كيف بدك تعرفها على المول؟ اوكي بتعرف بالسنسرز بس ولا بتعرف بالسنسرز مع الكاميرات الموجوده بالمول تشتغل، بتعرف السيستم، بتعرف كيف تروح. يعني وانس بتفوتي على المول بتعمل بيرنج مع سيكيورتي اذا بدك سيستم بالمول، بطريقه انه بكل سهوله تمشي الشخص وتاخده على المكان اللي هو بده اياه.
لاحظي حتى هون شوفي اذا في ويت فلور حتى بتقول له انه في ويت فلور قدامه وليتر اون هيدي اول فيرسون تين فيرسون تاني رح تطلع رح يكون فيها هيدفونز لحتى تصير تحكي مع الـ مع الـ مع الشخص اللي عم يمشي. ايه وفيك تحكي ورا الكاميرا مع الشخص اللي عم بيعمل كراكوز. ما المشكله انه امين صار فتح له عم يعمل ستريتشنج. لا مش عم يعمل شيء حرام, عم بيعمل شوف ما هلا بس اكزاكتلي. فهيدي الووكر اللي هي انا برايي بالوقت الحاضر هي ريفولوشن لكل الاشخاص اللي عندهم مشاكل ان كان بالمشي عايزين ووكر او حتى اذا عندهم مشاكل انه يقشعوا منيح ما بيقدروا يقشعوا منيح ما بيقدروا يتنقلوا بسهوله لحتى هو حافز زياده لحتى يصير شخص يتنقل او يظهر من بيته ويروح محل ما بده بالتحديد لانه ما بقى عنده اي مشكله. اوكي فانا هيدي اكثر ايتم هلا انبسطت فيها. اخر ايتم بدي احكي عنه هو تليفون. حكينا كثير تليفونات سمارت فونز قد ما بدك, بس هذا التليفون الافانتاج الكبير شوي سبيشال. هذا التليفون في يكون لحال حدا كثير اكتيف لانه اتس فيري راجد فون. هو من كاتربيلر. بتعرفي كاتربيلر كل شيء عندهم هيك فيري راجد. هيدي الفكرة انه اذا بيوقع عن علومة رين ما بيصير له شيء. اتس ووتر بروف لغمق متر 30 دقيقة اذا اجى عليه رمل دست بروف كل هدول الامور يعني مش بدك تمسكه برص اصابعك. اكزاكتلي هيدي هي انه فيك تتحركي فيه كيف ما بدك وما عندك اي مشكلة. واتس سمارت فون بذات الوقت شكله مهضوم رح يكون هلا قريبا بالاسواق بيوروب وسعره مش كثير على كذا وين هيدا الافانتاج ولا في شيء بس انه بس يعني فينا نقول على البحر على البوت حد البيسين اكزاكتلي كل هدول الامور ما عندك اي مشكله بهيدا التليفون مع اكيد بالجاكوزي في كاميرات في كاميرا كمان بالتليفون بتحمل سونا بتحمل كل شيء. لا خبرك ليه بتحمل لانه بيقدر يشتغل بحراره -25 لحراره 55 واللي التليفونات العادي ما بتشتغل بهالطريقه. قلنا ووتر بروف على غمق متر لمده 30 دقيقه. اوكي يعني ما في اي مشكله. فكنت عم بقول انه هذا التليفون تخيل يعني هذا التليفون مطرقه عشوائي بس بعد ما في تليفون بيعمل قهوه سون طولي بالك بس ناقصه بدي له هو لحاله رح يجيب لك القهوه كمان. فكنت عم بقول لك هذا الاباري رح تكون موجوده بالاسواق. هلا الساعه 10 ما فيك تفكر بشيء ثاني يلا وصلت. السعر ما راح يكون كتير غالي, راح يكون بلش بيوروب اول شيء ينزل راح يكون سعره حوالي ال $160. ف شو بدي خبرك يعني هذا التليفون انا كثير محمس عليه. اكزاكتلي كثير محمس حبيت الفكره بس لانه بيحمل دعك بالاحرى هلا. هذا شو اندرويد اي او اس؟ يا اندرويد اكيد اتس سمارت فون. والافانتاج كنت عم بقوله انه هلا اذا الاولاد بدك تعطيهم تليفون وما بدك تعتلي اهم كثير صار في الكات بيلر. اوكي مش انا رح نقي لهم تليفون ان شاء الله يعجبهم بس بالمبدا كل العالم اذا بدك الاكتف اللي بيستعملوا تنعتبر الاكشن كام بفضلوا يكون عندهم هيك يمكن تليفون. حتى اللي بيعملوا شو عارفنا هايكينج بيروحوا فيك تروحي بول نور بول سود ما في عندك اي مشكله بالسقعه بضل عم بيشتغل التليفون لانه الايفون اللي معنا اياه بحراره صفر بس بيشتغل تحت الصفر ببلش. جرب حطه بالثلاجه في كثير فانكشنز بيكونوا مش ظابطين. انا هلا بدون شيء هيدا سر في كثير فانكشنز بيكونوا مش ظابطين اذا حطيته بالثلاجه بيزبطوا. كيف مين قال؟ انا عم اقول لك هي خبريه جديده. واذا كان الشمس كثير قويه يعني نسيب البوت او شيء هو بيطفي منه لحاله بيقول لك انه خلص بيكتب لك حتى اكزاكتلي بيكتب بس اوقات كثير الفانكشنز يلي بقلبه بيكونوا اوقات بتعرف معطلين بيمشوا بيرجعوا. هي خبريه جديده بدي اجربها. إذا ما زبطت رح يومي إيفوني يعني كاترب يعني ما رح يعملوا يعني يكون عندهم شغل مع كاتربيلر يعني ما بينسبهم. ضروري أنك تغير تليفونك كل 6 شهور 100% هذا بحسه كتير ضيانة هذا التليفون. ما بينسبهم أبدا. فهيدي كانت أخبارنا لليوم. هيدا كل شيء بباركود. خلص وقتنا؟
خلي سؤالنا لليوم. ثانك يو فادي. ثانك يو لالي. هاف ا نايس داي. يو تو. مشاهدينا واقفين هلا ومتابعين لايف، خليكم معنا.